كان جاليليو يدافع عن نظرية كوبرنيكوس بأن الشمس ثابتة والأرض تدور حولها، فاستاء قساوسة الفاتيكان آنذاك لأن هذه النظرية تخالف الثقافة السائدة، واعتقدوا أن ثبات الأرض ودوران الشمس حولها مفهوم إنجيلي يحكم بتكفير من يخالفه وقد يكون مصيره الإعدام حرقا. وحكمت المحكمة على جاليليو عام 1633 بالاشتباه في الهرطقة وبعقوبة السجن، وفي اليوم التالي خفف الحكم إلى الإقامة الجبرية مع منعه من مناقشة نظريته ومنع كتاباته. بعدها اعتكف جاليليو في بيته ملتزماً بعدم نقاش نظرية كوبرنيكوس علناً، ولم تعترف الكنيسة الكاثوليكية بخطئها في حقه إلا بعد أكثر من 300 سنة على محاكمته. فأظهر البابا يوحنا بولس الثاني عام 1992 الندم تجاه الطريقة التي تعاملت بها الكنيسة الكاثوليكية مع جاليليو، وأعلن اعترافه بالأخطاء التي ارتكبتها الكنيسة. ليس الحديث هنا بصدد السرد التاريخي ولا التدقيق في تفاصيل رواياته، بل القصد هنا أن نتفكر فنتساءل فنتعلم الدرس ونعتبر لنفهم، هل من الصواب أن نتمادى في إقحام النصوص المعصومة في تفاصيل تنافساتنا وخصوماتنا على نحو يخلط بين فهمنا غير المعصوم والنص المعصوم؟ هل من الصواب الاستمرار في رفع المصاحف على رماح معاركنا السياسية والقتالية لمحاولة كسب الوقت؟ أو احتكار الصواب والاستئثار بالمشروعية؟ هل من الصواب الاكتفاء باعتمادنا على كشف أخطاء الطرف المقابل ومحاولة إسقاطه في نفوس الناس؟ أم أن المطلوب أن نحمل مشروعاً حقيقياً بأبعاده المعرفية والأخلاقية والعملية؟ هل من الصواب تحميل الإسلام مسؤولية ما نحن فيه ونعمل على إقصائه من الحياة؟ أم الصواب أن نفهم حقيقة الدين ونتخلق بأخلاقه ونتذوق روحانيته ونحرره من سجن مضطهديه؟ وأخيراً، هل من الصواب أن نبادر بالاعتذار لجيل الشباب عن المستوى الرديء الذي قدمنا لهم به تعاليم الإسلام العظيمة؟ أم ننتظر 3 قرون حتى نعتذر كالفاتيكان؟ قال رسول الله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اللهم اجعل لشباب الأمة نصيبا وافرا من هذه البشارة النبوية يا عظيم النوال.